لو الحكاية فيها إن فيجو. تعرف باسمك؟ خالد ربيع. سمعت عن فيلم سيدنا نوح اللي هيتعرض قريب للنجم العالمي راسل كرو؟ أنا سمعت بس ما اتفرجتش يعني عليه أو ما. أنت إيه رأيك في فكرة أصلاً فكرة الفيلم نفسها إيه؟ لا يعني مفيش مشكلة كده أحسن عشان يعني يعرفوا حتى الإنجازات أو يعني الرسالة اللي هم كانوا جايين بيها كده طريقة يوضحوا بيها أكتر يعني. بس هو لعلمك هو يعني بيجسد شخصية سيدنا نوح بس بشكل عدواني شوية. يعني مش أكيد هو مش هيطلع عن الحقيقة يعني أكيد. صح؟ مش عارف أنا شايف إنه كده يعني مفيش مشكلة يعني. طب شايف المعارضة اللي هتقابله أو الصعوبات اللي هتقابله هنا سواء في مصر أو في أي دولة عربية إن هو يتعرض هتكون إيه مثلا؟ هتكون إيه؟ يعني في ناس بتحط في دماغها أفكار وخلاص ما بتبقاش فاهمة إيه اللي بيحصل ما تبقاش فاهمة إيه اللي من ورا الفيلم أو ليه هو طلع بس يعني أنت ممكن تبقى شايف إن هو فيه أصلاً حكم مسبق إن هما ده ما ينفعش يتعرض قبل حتى ما يشوفوه. طبعاً بيبقوا رافضين الفكرة نفسها بس. طب شايف إن ده صح ولا غلط؟ يعني فكرة يعني لو اترفض على أساس ديني مش على أساس أدبي. أكيد غلط لأن المفروض يعني يتفرج على الحاجة الأول ولو اقتنع بيها أو لو شايف إن هي يعني بتمثل الحقيقة أكيد اللي هو ليه حرية إن هو يقول لا أو أو كده بس يعني ما إيه ما يفرضش رأيه ده على حد بس كده. بتعرف بيك؟ حضرتك سمعت عن فيلم نوح للنجم العالمي راسل كرو اللي المفروض ان هو هينزل مصر 26 مارس في حال مشايخة الازهر وافقت عليه، انت رايك في الفكره ايه؟ فكره كويسه برضه. طيب انت شايف مثلا اللي هو عادي ان هم يجسدوا في شخصيه نبي او شخصيه حد من الصحابه؟ لا ما ينفعش يجسد شخصيه نبي طبعا. شايف وجه اعتراضك على ايه بالظبط؟ ان شخصيه ما ينفعش يتجسد شخصيه نبي. ممكن فيلم يتعرض ماشي بس بالنسبه لشخصيه نبي ما ينفعش طبعا. طيب حتى لو كان ان هو فعلا بيعرض يعني القصه الحقيقيه من غير اي زيادات من غير اي حبكه دراميه مثلا يزود بيها على الاحداث، في اي حال من الاحوال انت رافض الموضوع. طب شايف رد فعل المصريين نفسهم يعني لما يتفرجوا على الفيلم سواء اتعرض او لا؟ هو انا طب هو اتعرض، هل هو هيتعرض بس الشخصيات او هو هيبقى مجسد الشخصيه؟ لا طبعا. شكرا لوقتك. انا اسمي احمد عاطف، انا شايف ان هو فكره كويسه جدا ان احنا نعمل فيلم على نبي علشان انا شايف ان هي فكره كويسه جدا ان احنا نعمل فيلم على سيدنا نوح علشان احنا هنعرف الناس مين سيدنا نوح، وهنعرف في ناس كتير مش بتحب تقرا ففكره كويسه جدا ان احنا نعمل فيلم عنه، دي هتعرف ناس كتير عن سيدنا نوح. لكن في مشكله اللي انا شايف ان دي مشكله التجسيد، احنا ممكن زي قصه الانبياء زمان نعمل الفيلم بس بدل ما نجيب شخص جاسد سيدنا نوح نعمله كانوا زي افلام زمان زي قصه الانبياء زمان. طيب انت شايف ان رد المشايخه او رد فعل الشعب المصري لما يشوف الفيلم نفسه هيبقى اعتراضه على ايه؟ انا شايف ان هو الشعب المصري زي ما الناس بتقول، بلاش اقول رايي انا، هو ان هو الشعب متدين فشايف ان هم هيرفضوا ده لان هم هيميلوا حتى لو مش عشان مش هيميلوا عشان التدين، هيميلوا عشان العاطفه، هيشوفوا ان الازهر دي المؤسسه الناس هتثق فيها اكبر بشكل اكبر فهيرفضوا هيرفضوا الموضوع. طب شايف هل احنا هنحتاج يبقى في بديل مثلا يعني بدل ما نسيب الغرب هو اللي يجسد الشخصيه بالطريقه بتاعته، هل احنا هنحتاج ان احنا نعمل مثلا مسلسل او سلسله افلام تعرف الناس بالانبياء بعيدا عن تجسيد الشخصيه ذاتها؟ انا زي ما قلت لك انا شايف ان هي فكره جميله جدا ان احنا هنعمل قصص او فيلم افلام عن انبياء او عن رسل، دي فكره كويسه جدا، لكن ارجع اقول لك مشكله التجسيد، بلاش تجسيد يعني نبعد عن الشبهات. تمام شكرا لحضرتك. دلوقتي في فيلم هيتعرض قريب في مصر اسمه فيلم نوح، الفيلم دوت الممثل الاجنبي فيه بيجسد شخصيه النبي نوح عليه السلام، فانت ايه رايك ان الممثل او ايا كان يجسد شخصيه نبي؟ لا حرام طبعا ان حد يمثل شخصيه نبي، ده النبي مفيش حد زيه. طيب هل انت شايفه ان يعني لما ينزل مصر
في ناس كتير هتخشه ولا شايفة ان هو مش هيلاقي قبول من الناس؟ اكيد هيبقى فيه نقاط كتير قوي. طب شايفة يعني فكرة ان هو هينتقدوه في ايه بالظبط؟ فكرة ان هو جسد الشخصية نفسها ولا هيبقى الشخصية بتاعت النبي؟ ان ده حرام اصلا، محدش شايف النبي عشان يجسد. شكرا. لا فكرة مش هيبقى. في فيلم عايز في السينما المصرية قريب اسمه فيلم نوح. الفيلم ده الممثل الأجنبي فيه بيجسد شخصية النبي سيدنا نوح عليه السلام. انت ايه رأيك ان هو يجسد شخصية النبي؟ اكيد طبعا ما يجسدوش، لان هو محدش شاف النبي عليه السلام عشان حد يتكلم عليه اساسا. انت شايفة ان هيبقى في اقبال على الفيلم ولا مش هيكون ده؟ طبعا محدش هيشوفه. طيب هل انت شايفة مثلا اعتراض مشايخة الازهر هيبقى على ايه بالظبط؟ يعني هل هيعترض على طريقة عرض الفيلم ولا هيعترض بس على فكرة تجسيد الشخصية؟ على الاثنين طبعا. شكرا لزورك.